الفنانه منى ممدوح منورانا عبر شاشه فوشي. اهلا بيكي معانا. ميرسي ميرسي، انتوا اللي منورين على طول معانا. منى، مسلسل كفر دلهاب مع النجم الجميل يوسف الشريف، كلمينا عن دورك بقى، يعني مش هنحرقه بس حاجه سكوبات كده الفوشي. بص، هو الموضوع ما فيهوش ان انا اقعد اربي فيه، هو الموضوع مسلسل رعب، والرعب ما اتعملش من زمان او ما اتعملش في مصر بالطريقه اللي ممكن نتكلم عليها. بس الورق، لما قريت الورق لقيت الورق بجد انا شخصيا حاجه، يعني اول مره اعمل رعب. يعني احمد نادر جلال يعني مخرج، انا ما اعتقدش ان هو هيعمل اي حاجه. المسلسل مكتوب حلو قوي، عمرو سمير عاطف مش اول مره اتعامل معاه، كان اول تعامل الصياد، فان انا اشتغل معاه مسلسل زي ده وابقى حد من فريق الكاست المهم اللي في المسلسل، انا مش هقدر اكلمك عن المسلسل بس اقدر اقول لك لازم تتفرج، وان شاء الله هيبقى من المسلسلات المهمه. طاقة نور مع حماده هلال برضو، كواليس بقى المسلسل هو خلاص يعني الكواليس ودورك هيبقى فيه. بص، انا مبدئيا استاذ محمد مصطفى المخرج كلمني على دور بالنسبه لي جديد. لا بص هقول لك، هو حدوته نقله في حياه حماده هلال، برضو مش هقدر افصح عنه قوي بس شكل جديد لمون. لا مش هقول لك لا والله الدور حلو. انا استاذ محمد مصطفى مش اول تعامل معاه، كان الحرامي والعبيط اول تعامل، ولما بعت لي انا رحت من غير مامتي قلت له انا معاك، فالدور هيعجبك كويس قوي. وده من الحاجات الدراما، يعني انا شايفه الدراما كده الحمد لله، وفي حاجه يعني مستنيه بس اخلص اقرا الورق وابقى تمام واكيد هقول لكم. من الدراما نخش على الكوميديا، سيت كوم مع ادوارد، هنعمل ايه بقى في السيت كوم وكواليسه بقى؟ بص ادوارد، على المستوى الشخصي هو صديقي، لما عرفت ان السيت كوم بتاعه قلت لا هعمل كده. احنا بدأنا نحضر البروفات لان احنا عايزين نبدأ نصور عشان نحاول نلحق حتى رمضان. ادوار ما بيعملش غير كوميديا. كوميديا عاملة ازاي؟ كوميديا ازاي؟ وجودي مع ادوار لوحده، انا شفت له برنامج في رمضان اللي فات، كان عامل فيه كذا كاركتر كده، كان دمه فظيع. انا بشوفه ان هو ككوميديان هو عالمي في الحتة دي، فأنا كمان قدامه، ده معانا يعني شباب كتير، بس وجودي أنا قدامه أنا شايفة إن هو حاجة حلوة، إن هو بجد بينقل الضحكة بجد.